اخر مرة احنا كنا وصلنا للشكل اللي قدامنا ده، ان احنا بدأنا بداية لوحة المحاور والأعمدة، بداية لوحة الانشاء. عايزين نكمل مع بعض لوحة الانشاء، لسه ناقصها شوية تعديلات بسيطة عشان تكتمل معانا كلوحة مسقط افقي انشائي، بعد كده هنضيف عليها شوية حاجات عشان تبقى لوحة تسليح سقف. طيب بداية انا مش هفضل سايب الكاميرات على المعماري لان ما بقاش لها لازمة خلاص. الاعمدة ممكن اسيبها على المعماري لان المعماري هيبقى عايز يعرف اماكن الاعمدة عشان لو هو هيحط فرش او عشان يبقى عارف البروز بتاع الحوائط شكله عامل ازاي. فبختار اي كاميرا منهم وبقول له layer isolate عشان اطمن ان كل اللايرز مقفولة ما عدا اللاير اللي انا عايز اشتغل عليها اللي هي مين؟ البيم. واختارها كده بكل سهولة واقول له ايه؟ ديليت. لاير انا ايزوليت، بيرجع يفتح اللايرز بس بعد ما اكون انا مسحت كل الاعمدة من عندي. سوري الكاميرات من عندي. تقدر بقى تقفل بس المعماري تقفيلة بسيطة ان ما ينفعش الحوائط تبقى داخلة جوه مين؟ جوه العمود. فتبدأ تعمل لها ترن تي ار انتر، واختار العمود انتر، واختار الحيطة اللي جوه العمود. فيبقى كده ايه؟ مفيش حوائط داخل العمود بتاعي. او تي ار انتر واختار العمود انتر واختار الحيطة. طب لو عملتها تي ار انتر انتر هتقعد بس سيادتك ايه؟ تقطع الخط 50 مرة. شايف؟ فعشان كده بقول لك الاول تي ار نختار العمود، بعد كده انتر نختار الحيط. كده المعماري تمام، عايز اقفل لوحة الانشائي، فهختار السلم كده اخده كوبي من المعماري من بيس بوينت ولتكن كورنر العمود اللي فوق على اليمين، واحطه في نفس الكورنر بالظبط. ولكن هيتضح ليا ان الانشائي بيشوف السلم ستريت ولا دوتد؟ دوتد. فهبدا اختار السلم، ما بختارش طبعا الحدود دي، وبنقله على لاير اكون عم مجهزها اسمها ستراكشر ستيرز. بس انا نسيت اظبط اللاير دي، فهفتح كده اللاير مانجر وادخل على ستراكشر ستيرز، اتاكد ان الخط بتاعها ايه؟ داشد، منقط. هو منقط بس النقطة مالها؟ كبيرة شوية. طب هل انت محتاج تعدل في شكل السنتر لاين؟ لا انا محتاج اعدل في الخط ده بس. فهختار الخطوط اللي عايز اعدلها واجيب قائمة بروبرتس بي ار انتر، واجي على اللاين تايب سكيل مثلا نخليه 0.2. كويس خلاص، يبقى انا كده ايه؟ عدل. يبقى انا بالمنظر ده بقى عندي مين؟ السلم بتاعي. ممكن عايز تنقل دول معاهم، ماشي، ممكن تنقل الخط الخارجي بس ماتش كده وتعمله بالمنظر ده. سيب الداخلي لان ده سور فانت هتبقى شايفه اكيد، لان اللي في النص دي فتح. بعد كده تبدا لو في فتحات تعلم اماكن الفتحات، مثلا نبقى عاملين لاير اوبن حاجه مفتوحه، ونبدا نعلم كروس مكان الفتح. مفيش عندي فتحات تاني. لو عندي حمام ابدا اجيب لاير هاتش وبنهشر الحمام ليدل على انه ايه؟ مستوى البلاطه بتاعه مختلف عن مستوى باقي البلاطات، بيبقى بلاطه الحمام نازله لتحت 10 سم. فاقول له اتش انتر واجيب شكل التهشير ده، لو خط ستريت خط دوتد، واقول له اد بيج بوينت، واقف هنا كده بريفيو. كويس، يبقى اوكي. خلاص يبقى انا كده ايه؟ قفلت اللوحه الانشائي كمسقط افقي انشائي، يا دوبك بيديني ايه؟ شكل الانشائي، لا في سمك بلاطه ولا في التسليح ولا في قطاعات القمر لسه هبدا اضيفها عليها واحولها للوحه ايه؟ تسليح. يبقى انا كده قفلت الرسم المعماري بترم للحوائط، قفلت الرسم الانشائي بوجود السلم والفتحات، وان انا هشرت اماكن الايه؟ الحمام. صعبه شباب؟ هبعت لك الفايل ده على الديسكتوب بروجكت 1، سيادتك تبدا تكمل عليه. اللي معاه هوم ورك بعد اذنك افتحه بحيث ان سيادتك تبدا تبص عليه تكمل لو في حاجه ناقصه من اللي قلناها، وانا كمان اراجعه معاك. لوحه الانشائي هنا محتاجه
عشان تتحول للوحة تسليح سقف زيادة في الإخراج عن كده كمان محتاجة إيه؟ محتاجة يعرف سمك البلاطة، تسليح البلاطة والاتجاه القصير والطويل اللي هو بنسميه فرش وغطا. محتاج يعرف كمان نموذج الكاميرا عشان أعمل له جدول نماذج الكاميرات بحيث الراجل يبقى عارف قطاع الكاميرا كام، تسليحها كام. طب هعمل الكلام ده ازاي يا باشمهندس؟ هجيب لير مجهزها مثلا اسمها reinforcement، وابدا ارسم التسليح في الاتجاه القصير عباره عن خطين اوفست كده بين الخطين مثلا 0.1 وخط في الاتجاه الطويل. ده الطريقه اللي بنرسم بيها كمهندس تصميم شكل التسليح في البلاطات السوليد. نروح عاملين خطين وخط، خطين بيمثلوا الاتجاه القصير والخط بيمثل ايه؟ الاتجاه الطويل. امال يا باشمهندس اللي احنا ساعات بنرسمه حديد سيخ عدل وسيخ مكسح والكلام ده كله، ده اسمه الورك شوب دروينج، او ان انا اظهر شكل السيف الحقيقي. انا هعمل الكلام ده لما يتطلب مني ورك شوب دروينج. هنا برضو هاخد اوفست واعمل الخط بالمنظر ده 0.1 مثلا، كوبي هنا كده مثلا للكلام ده، وممكن كمان اخده كوبي هنا واعمل ستريتش بس في الاتجاه تاني. تعال نشوف مين الطويل والقصير في البلاطة دي عشان مش باين. 14 5 متر. تمام، يبقى انا اخترت صح ولا غلط؟ غلط. ايوه صح صح، اهو اوفست 0.1. طيب البلكونه يا باشمهندس بتتسلح حاجه اسمها ايه؟ شوك. فهرسم بولي لاين مثلا او لاين، وبعد كده اعمل له جوين بشكل الشوكه بالمنظر ده. ارتفاع الشوكه بيبقى قد ارتفاع البلاطه، واقل منها الكفر اللي فوق واللي تحت. يعني مثلا لو البلاطه 16 يبقى هو 13 او 12 من 100 ارتفاع الشوكه بتاعتي. بتدخل بعد البحر او بعد الكاميرا بتاعتك 1.5 ال كابولي بالمنظر ده. هنا برضو عايز احط خطين كده في الاتجاه القصير اهو، اقول له اوفست، بحط الخط الطويل في الاتجاه التاني. عايز ابدا اكتب السمك بتاع البلاطه واكتب التسليح، فهبدا ارسم اي شكل وليكن ريكتانجل مثلا، نرسم مربع كده صغير. ممكن احطه على لاير تكست واديله روتيت كده 45 درجة. اهو بقى شكل معين كده لطيف. واكتب جواه عن طريق برضو لاير تكست تي انتر، ونكتب سمك البلاطة وليكن 12 على سن البلاطات 12 سنتي. لو المربع صغير ممكن اعمل له سكيل كده اضربه في 1.25 مثلا، يبقى اكبر شوية اهو. واخده بقى كوبي احطه في كل البلاطات اللي سمكها 12. لو في بلاطه سمكها مختلف ابدا اغير السمك. ممكن مثلا احط دي ايه 16 ودي 16 مثلا، واقول له كوبي، واحط هنا كده وكمان في السلم بالمنظر ده. ممكن تكتب له سنتي جنبها لو انت عايز تكبر، ممكن تصغر الخط شويه وتكبر المربع وتكتب معاها سنتي، او تكتب 120 مللي بدل 12 سنتي. التسليح هبدا اكتبه لو انا بشتغل انجلش دلوقتي، هقول له تي انتر، واروح جاي كاتب التسليح وليكن هنا في الاتجاه ده 6. عايز اجيب رمز الفاي فهخش على السيمبل اللي هنا واقول له دايمتر 10 في المتر. ممكن احطه على لير رينفورسمنت تكست بالمنظر ده واحطه هنا، اخده كوبي واعمل روتيت، واقول له مثلا التسليح في الاتجاه ده 7×10 في المتر. وابدا اخد الكلام ده اكرره بقى فين؟ في باقي البلاطات حسب قيم التسليح بتاعتها.
مثلا كده، ناخد الرأس ده كوبي، نبدأ نحطه بالمنظر ده. هنا مثلا البلاطة تسليحها كان ده 8-10 وده 7-10، الشوك مثلا كانت 6-12، بس الشوك نكتب عليها تحت ايه بقى؟ لو هكتب بالعربي كنت هكتب شوك، تمام. ممكن اكتب هنا ايه؟ مش هعرف اكتب حاجة بقى، تمام، سيبها زي ما هي. بس هتستأذنك تلف كده الحتة دي وتحط لنا خط افقي في البلكونة بيمثل التسليح بتاع ايه؟ الاتجاه التاني، الاتجاه الطويل، ونكتب عليه التسليح الخاص بيه اللي هو في 5×10 في المتر حديد تربيط. والحديد ده بيكون ايه؟ توب اند بوتوم، فاخد كده تحت عليه تي اند بي، توب اند بوتوم بالمنظر ده. يعني ممكن نوسع الشوكه شويه عشان شكل الاخراج بس يبقى الطف، لان هي لما بعمل زوم اوت بتبقى صغيره قوي، مش باين للراجل ان دول سيخين او سيخ لافف. هنا مثلا برضو 5×10 وهنا 6×10 وهكذا. يبقى انا كده عملت له ايه؟ شكل التسليح بتاعي. طب بالنسبه للكاميرات يا باشمهندس، بكتب على كل كاميرا النموذج بتاعها B1 B2 B3، فابدا اقول له تكست كده واكتب هنا ده B1، ويبقى B1 ده بيمثل مش الكاميرا من البدايه للنهايه، لا بيمثل البحر، واقول له كوبي مثلا دي B2 مثلا، كمان هنا دي B2 وهنا B2، يعني نموذج كاميرا 2. طب هو هيعرف كاميرا 2 دي معناها ايه ازاي؟ هيبدا يدخل على الجدول اللي لسه هنعمله، هيلاقي ان B3 دي لها مقاسات ولها ايه؟ تسليح، مثلا هنا كده وهنا كده، هنا B2 مثلا كده، مثلا الاتجاه الافقي كده. خلصنا الاتجاه الافقي، وحاول بقى تنسق مكان البيم بحيث ان يبقى الشكل بالنسبه للراجل سهل ان هو يقراه، ما تبقاش عمال تلعب بالايه؟ بالكتابه، كل مره تحطها في مكان، خليها في نص الكاميرا اما من الخارج او من الداخل، عشان يبقى هو الراجل عارف كل رقم انت كاتبه بتاع مين. مثلا كده، هنا مثلا هنا كده، ممكن ابعدها شويه، وهنا كده كده بالمنظر ده كده. هو لما يشوف اي كاميرا هيلاقي عليها ايه؟ اسم خاص بيها. في بعض الاحيان بعض المكاتب بتكتب الاسم وكمان يكتب الابعاد، فيقول مثلا B1 300×500، B2 350×800 وهكذا. كده بقى ادي لوحه ايه؟ تسليح سقف مكتوب عليها سمك البلاطه، مكتوب عليها نموذج الكاميرا، ومحطوط عليها كمان ايه؟ تسليح البلاطه، بس كله مكتوب بايه؟ بالانجليزي. الكتابه زي ما انت شايف واخده اورينتيشن، الناس بتبص على اللوحه منين؟ من هنا. اتجاه النظر للوحه بيبقى من الاتجاه ده، اهو انا باصص كده. ما ينفعش واحد يقلب الكتابه، يعني ما ينفعش البي 1 دي تبقى باصه الناحيه الثانيه، تبقى خطا. الناس تبص على اللوحه كلها منين؟ من الركن اليمين تحت، سواء عربي او انجليزي. واضحه شباب؟ نجرب كده نقفل لوحه تسليح السقف باللغه الانجليزيه.